عليكم الاخوان، كيفراكم كلشي مزيان؟ حلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعاودوا نروضوا الطائر باش يولي من بعد فاش كيتفطم يولي تنعيطوا على تيجي عندنا ما باقيش يولي تيخاف من الليل. الطريقه يا الاخوان ديما يا السيران ما كتقطعش على الطائر واخا كيتفطم واخا تيولي تياكل راسو، كتولي ديما كتستعمل مع السيران بهذه الطريقه هذه، كتعيط على الطائر اش اش زي هاك ديما هاك كتحاول تحفظها ليه وكتبقى كتعطيه المكافأة ديالها، تيولي الطائر ما باقيش تيخاف من يديك، تيولي عزيز عليه يطلع فوق الكتف نتاعك. جميع انواع طيور الزينة الاخوان الصغار الكبار كلشي يمكن لك انك تعود تطعمهم بهاد السلانكا، هادي ماشي بالضرورة انك فطمتيه صافي كتحبسها عليه، هادي هي سير الترويض اللي كتخلي الطائر كتكون عزيز عليه واول ما تيسمعك ولا كيشوفك تيجي عندك دغيا. بما هي حلقة ان شاء الله نتمنى تعجبكم وتسناو ان شاء الله حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. اخوان الطريقه اللي كنستعمل مع جميع طيور الزينه هي من بعد فاش كنفطمهم ما كنحبسش عليهم السيرانك ديالهم، تنبقى ديما كنطعمهم بها واحد جوج مرات ولا ثلاثه في النهار، كنبقى كنعيط عليهم اجي اجي اجي، تيبقى اول ما تيجي عندي الطائر تنبقى كنعطيه شويه. هذه هي السر نتاع الترويض نتاع جميع طيور الزينه اللي كتخليهم يتعلقوا بك وما باقيش اول حاجه كيخافوا من يديك تيوليو تيسمعوك تيجيو عندك. هذه هي السر ديالهم الاخوان اللي كتخلي الطيور كاملهم صافي، يعني كيوليو اليفين 100% ما غاديش يخافوا منك. الطريقه الثانيه انني كنخلي لهم ديما القفص ديالهم ديما محلول الباب ديالو، تيخرجوا فين ما بغاو في البيت. كنجي العشيه كنلقاهم داخلين القفص ديالهم، اول ما تيقرب يظلم عليهم الحال تلقاهم داخلين القفص، بالنهار كتلقاهم خارجين تيلعبوا، الا شافوني دخلت ولا البيت ولا سمعوا صوتي تيجيو ديريكت كيطيروا لك فوق راسك، تيجيو لك تيحطوا لك في اليد، وكتبقى هاد العلاقه هكا بينك وبين جميع انواع طيور الزينه. اي نوع كيعجبك انت راه يمكن لك تاخذوا من العش وتكبروا بالسيرانك بحال هكا، من بعد فاش كتفطموا راه تيولي كيتعلق بك هذاك الطائر ما باقيش تيتفرق عليك. عاد زائد دابا بالنسبه لهاد الطيور هادو نزيد بهم واحد 15 يوم بهاد العلاقه بهاد الطريقه هادي، من بعد راه اول ما نكمل 15 يوم يمكن لي نديهم دروكا للطبيعه نطلقهم في الهواء الطلق ما عندهمش فين يمشيو، غادي يدورو تيعياو ويجيو عندي. وتسناو ان شاء الله الحلقه غادي نشوفوها مع قريبا ان شاء الله، وراه كونوا على يقين انهم راه جميع طيور الزينه، اي نوع تيعجبك يمكن لك تاخذو صغيور من العش وتكبروا هكا، احسن لك انك تاخذو سوفاج في القفص كتخشي يديك بحال هكا وتيهرب وتيضرب راسو وكل شيء. يعني من الاحسن طائر التربيه نتاع طيور الزينه هذه هي احسن تربيه، انه اي نوع تيعجبك يكون عندك هكا اليف 100% تيشوفك تيجي عندك وكل شيء، احسن من انك تاخذ طير سوفاج تيبقى تتخلع منك ما تقدرش تخشي يديك ما حتى شي حاجه ولا خشيتها يعضك. نتمنى اخوان الحلقه تعجبكم وتبعوا معايا ان شاء الله نشوفوا جمال طيور الزينه، وتسناو ان شاء الله حلقات جداد وغادي يكونوا مواضيع في المستوى. السلام عليكم ورحمه الله.